إطار تنزيل استراتيجية رغبة المغرب، اليوم وقعنا على واحد الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي اللي كتهتم بدعم وتشجيع المهن الخضراء لصالح الشباب والنساء بالمجالات الغابوية. كانت مرحلة أولى اللي تنجزت واللي عرفت أكثر من 1300 مستفيد من نساء وشباب اللي يعني المشروع دعمهم. فهاد المرحلة الثانية يعني غادي نمشيو في نفس الإطار، واللي الميزانية المرصودة توصل ل 5.5 مليون أورو من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللي غتهتم كذلك بتثمين الموارد الغابوية، بتثمين يعني كذلك الأنشطة المتعلقة بتربية الأسماك بالسدود، وكذلك بدعم وتشجيع السياحة البيئية. طبيعة الحال هذه المشاريع كلها يكون عندها انعكاس إيجابي على الساكنة، وكذلك يكون عندها واحد الدعم للتدبير المستدام للثروات الغابوية ببلادي. هادو مهن، يعني مهن مثلا كاين منظمين تاع السياحة البيئية، هذا درنا لهم تكوين ودرنا لهم يعني بعثناهم بعض التجهيزات، واليوم بطبيعة الحال هما كيمارسوا هذه المهن تاعهم في المجالات اللي كيخدموا بها. بالنسبة للمشاريع أخرى مثلا تربية الأسماك والإحياء المائية، يعني درنا لهم تجهيزات وعطيناهم تكوين وعطيناهم كذلك يعني دوك صغار الأسماك وهذا، واليوم الحمد لله يعني النتائج موجودة، والآن كيسوقوا المنتوج نتاعهم في السوق الوطني. هو ماشي تكوين نظري، هو تكوين عملي. يعني عملي. يعني كاين مهن يعني كنحاولوا نطوروها، وكنطوروها بطبيعة الحال مع الساكنة ومع الشباب اللي عندهم هذه الفرصة باش يستافدوا من هذه المشاريع.